يربط شوطنا الخامس مشاهدينا ضيوفنا الكرام على مسافة 1400 متر تتزعم اندي كاساس إلى المرتبة الأولى وكذلك كريبتيك في المرتبة الثانية سباق على الصدارة سباق على هذه المسافة المتميزة وكذلك شاساج في المرتبة الثالثة أيضا اندي كاساس تحاول أن تذهب بالصدارة إلى المرتبة الأولى وكذلك كريبتيك في المرتبة الثانية وأيضا تأتي السلام في المرتبة الثالثة مع أيضا ساشاج تأتي في المرتبة الرابعة مع أيضا ساشاج تأتي في المرتبة الثانية وكذلك في المرتبة الأولى اندي كاسس وكذلك في المرتبة الثالثة ملاحقة جميلة من هوركويان كذلك في المرتبة الثالثة مع أيضا بداية الخط المستقيم هيركوين كذلك تأتي في المرتبة الثانية من الخارج كذلك كيرتفيت تأتي في المرتبة الثانية مع أيضا هروب بالصدارة إلى المرتبة الأولى كذلك الدخول قادم من ووتركوين كذلك في المرتبة الثانية ووتركوين تأتي في المرتبة الثانية وكذلك اندي كاسس من الداخل سباق على هذه الإثارة المتميزة ووتركوين على هذه المسافة المتميزة ووتركوين على خط النهاية بدخول متميز دائما بدخول كذلك من ووتركوين.